طبعا الحضور الجماهيري هو رقم واحد في الماتش، هو اللي السند لينا، هو الدعم لينا في المباراة ان شاء الله. وهم كل ماتش بيجوا بيبينوا للناس وللبلد كلها ان هم حاجة كبيرة، والجماهير حاجة كويسة في الملاعب وحاجة تشرف مصر، وان شاء الله نقدر نفرحهم ونروحهم مبسوطين ان شاء الله باذن الله. لا اكيد طبعا احنا بنستعد زي ما قلت قبل كده، احنا بنستعد زي كل ماتش، بس ده نهائي افريقيا مختلف شويه، الاستعداد بيبقى بدري شويه، بتحضر ذهنك من بدري شويه، بتركز اكتر، لو بتركز 100% لا بتركز 1000000%، وان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكرمنا ونعمل ماتش كبير باذن الله. نقاط القوه، لا هي نقاط القوه ان احنا نركز نلعب لعبنا، نلعب أدائنا، ما نهيبش الموضوع، ده نهائي أفريقيا، استمتع في الملعب، وإن شاء الله بإذن الله إحنا قادرين على كده بإذن الله. بقول لهم إن شاء الله نقدر نفرحكم، بس أنتوا ادعمونا بشكل قوي في الملعب وبره الملعب، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونفرحكم بإذن الله. الحمد لله يعني مباراة نهائية، إحنا وين قدرنا يعني نحقق الفوز في النصف النهائي، وان شاء الله احنا مركزين عشان ذي البطوله، احنا تعبنا عليها وما يخفى لكش انه احنا يعني كنا على بعد خطوه من الخروج من البطوله، وان شاء الله احنا مركزين 100% عشان ناخذ بطوله. اكيد يعني ما يخفى لكش انه الجماهير هما يعني نصف الفوز تاعنا، هما اللي حفزونا، وكل ما نشوفوا يعني الملعب فيه ساعة اكثر يعني يعطيك حافز اكثر عشان تحس نفسك انك في بلدك وامام جمهور تاعك في ملعبك، عشان كده تلعب على الفوز بس، ما تلعبش على حاجة ثانية. وإحنا إن شاء الله نطالب من الجمهور يعني يكون معنا طوال 90 دقيقة، وإن شاء الله ما نخيبوش أمر إن شاء الله. لا ما فيش ولا إيجاد، ما في ولا سبة، ما كان حتى سبة اللي تخلينا نقول إيجاد، عشان إحنا محضرين في أحسن الظروف، واللعيبة كلها الحمد لله ما فيش إصابات، وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله. طبعا نهائي افريقيا نهائي كبير، كل افريقيا وكل العرب بينتظروا النهائي، ماتش كبير طبعا بين النادي الاهلي والوداد، ان شاء الله ربنا يكون مدينا حظ ان شاء الله في النهائي ونقدر نحقق البطوله ال 11 ان شاء الله. لا عامل الجمهور مهم طبعا، احنا قلنا قبل كده ان الكوره من غير جماهير مش احسن حاجه، لكن احنا ان شاء الله مستنيين الجمهور كله يبقى في الاستاد القاهره، ماتش كبير ان شاء الله وربنا يكرمنا، وان شاء الله نحقق ال 11 ونتعب ونعمل اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا.